الحمد لله وبركاته. معكم اخوكم خالد احمد المرسي من قناه تيفتوك دوت كوم. طبعا في حالات كاميرات الاسفيجن بعض الكاميرات تاتي والدي اتش سي بي مفعل فيها فما بتطلعش عند ضبط الاي بي. كيف نعمل عندما نضلعها؟ بكل بساطه نشبكها في واحد من الاكسسات التندا او اي اكسس ونفعل فيها الدي اتش سي بي على العنوان 0.1 ونقوم بالبحث ببرنامج وايرلس نيتورك ووتشر عن العناوين. نلاحظ هنا انه جاب لي عنوان الكاميرا لانها مسكت آليا. اذا بعد البحث طبعا اذا اردنا ان احنا نعمل الاي بي في النيتورك ووتشر ندخل من اوبشن ادفانس واحدد عنوان البحث من الاول الى الاخير. طبعا يكون رينج التندا الاي بي او الاكسس التندا هو الافتراضي 0.1 الى 0.254 ونفعل فيها تي اتش سي بي. اذا بعد البحث بيطلع لنا اي بي الكاميرا. طبعا اي بي الكاميرا مش ثابت انا يعني قد يتغير. اذا بعد ما يطلع لي الاي بي تبع الكاميرا بكل بساطه افتح المتصفح واعيد ضبطها على ستاتيك اي بي بيست اند جو. اذا يطلع لي الصفحه واحدد الافتراضي اسم المستخدم ادمن وكلمه المرور الافتراضيه هي من 1 الى 6. ادخل على الكونفيجريشن واعدل ايش اعدل الاي بي الخاص بالكاميرا الى الاي بي الى ستاتيك واحدد الاي بي الذي ارغب فيه. مثلا احط 8 واخلي هذا كامل على ما او انقر سيف ونشوف. خلاص عملنا سيف. اعيد اللغه انجلش وادخل كلمه المرور من 1 الى 6. طبعا اذا رغبت كما في الدرس السابق بعدين نكمل كما في الدروس السابقه الذي هو ضبط الخدمات الخاصه بالكاميرا وتغيير كلمه السر وغيرها. السلام عليكم ورحمه الله.